سؤال 16، يجمع عادل ونادر كرات زجاجية صغيرة بدنيل. طيب، يوجد مع عادل 24 بنورة حمراء و32 بنورة صفراء. جماعة لازم ننتبه للمعطيات، 24 بنورة حمراء و32 بنورة صفراء. طيب، ألف، ما هي النسبة بين عدد البنانير الحمراء، انتبهوا أن حكيت الحمراء في الأول، وعدد البنانير الصفراء التي بحوزة عادل؟ استاذ، أنا هون حكيت الحمراء بالأول، الحمراء اللي هي عددها 24. طب لما بقول النسبة، معناتها بدي أكتب كتاب رياضي، ما بقدر أكتب أرقام غير إشي بينهم. 24 إلى الصفراء هي 32، ف24 إلى 32. تمام، هذا جواب ألف، إن أنا بس درتب الأرقام ورا بعض وأحط بينهن نقطتين، هذا بالنسبة لألف. تمام، نيجي لبند باء. بند باء بيقول يوجد مع نادر 27 بنورة زرقاء. الحين انتقلنا، كان بالأول عادل، الحين نادر، 27 بنورة زرقاء. تمام، 27 بنورة زرقاء و36 بنورة خضراء. هل النسبة بين عدد البنين الحمراء وعدد البنين الصفراء التي مع عادل اللي وجدناها في ألف، طيب، تساوي النسبة بين عدد البنين الزرقاء وعدد البنين الخضراء التي مع نادر؟ طب أول شيء لازم أوجد النسبة الثانية، النسبة الثانية اللي هي بين عدد الزرقاء والخضراء. فالزرقاء والخضراء، الزرقاء والخضراء اللي مع نادر، بكتبها وشي، الزرقاء هي 27 والخضراء 27 ل 36. بيسألني هل النسبتين هذول متساويات ولا لا، اللي هي 24 الى 32 و27 ل 36، هل هذول النسبتين متساويات ولا لا؟ عشان اوجد متساويات ولا لا، لازم استاذ اعمل ضرب متبادل. شو يعني ضرب متبادل؟ باجي بكتب، بحول النسبة إلى كسر، 24 إلى 32. فخلينا بس هنا نمحى الأشياء، مش كل شيء راح نمحى، خلينا على جانب هذول. طيب، ال 24 جماعة، 24 إلى 32 بحولها لكسر، 24 24 على 32، 32 والكسر 27 على 36، 27 27 27 على 36. فأنا اللي عملته إني كتبت على 36، اني كتبت النسبتين ككسور حد بعض، وبنعمل استاذ بينهم الضرب التبادلي، بضرب مقام الكسر الاول ببسط الكسر الثاني، وبسط الكسر الاول بمقام الكسر الثاني، ضرب تبادلي. عمر انغام 6 سنوات وعمر ابيها 30 سنه. بنيجي على الف، الف سؤال سهل، ما هي النسبه بين عمر انغام وعمر ابيها؟ بس رقمين استاذنا نحطهم جنب بعض. النسبة بين عمر أنغام، حكيت أنغام بالأول، وعمر أنغام هي 6 سنوات، إذا 6 بيكون الرقم الأول، وعمر أبيها اللي هو 30 سنة، إذا 6 إلى 30، هذا جواب ألف سهل. ما هي النسبة بين عمر أنغام وعمر أبيها؟ 6 إلى 30. طيب، هون استاذ مهم جدا سؤال باء، مسائل الأعمار فيها إشي مهم جدا لازم دائما ننتبه له. كم ستكون النسبة بين عمريهما بعد سنتين؟ وبعد بكل بعد سنتين لحال، وبعدين بعد 3 سنوات لحال. طيب، وبعدين بكل كم كانت النسبة بين عمريهما قبل 4 سنوات؟ إذا استاذ هذا السؤال هو عبارة عن 3 أسئلة. بوشي بيسألني السؤال الأول إيه، قديش كمان سنتين راح تكون النسبة بين أعمارهم؟ بعدين قديش بعد 3 سنوات راح تكون النسبة بين أعمارهم؟ بعدين قديش كانت قبل 4 سنوات؟ بدنا نجاوب على 3 أسئلة. كم ستكون النسبة بين عمرهم بعد سنتين؟ بعد سنتين يعني كل واحد منهم يكبر سنتين، يعني أنغام تصير 8 سنوات، أنغام بتصير 8 سنوات، وأبوها بتصير عمره 32. إذن كم ستكون النسبة؟ 8 إلى 32. هذه بالنسبة لعمر
بعد سنتين. طب بعد 3 سنوات؟ بعد 3 سنوات يعني أنغام راح تكبر 3 سنين وتصير 11 سنة عمرها، وأبوها بيصير 33. طيب قديش كانت النسبة قبل 4 سنوات؟ قبل 4 سنوات يعني أنغام كان عمرها سنتين، أنغام كان عمرها سنتين وأبوها كان عمره 26 سنة. يعني أستاذ أنا كمان مرة، اثنين يا بيكبروا مع بعض يا بيصغروا مع بعض، ما في حد بيكبر وبيظل الثاني زي ما هو، ما بيكبر ولا بيصغر. إذا أستاذ سؤال بقى كمان سهل، كم ستكون النسبة بين عمريهما بعد سنتين، وبعدين بعد 3 سنوات، وبعدين بعد 4 سنوات أو قبل 4 سنوات؟ طيب هذا بالنسبة ننتقل لسؤال 21. سؤال 21 أستاذ أنا بنيجي على الأسئلة الأهم اللي هي سؤال 19. سؤال 21 صفحة 13، اكتبوا النسب التالية بصورة مختزلة. طيب كيف بنختزل النسبة؟ كيف بنختزل النسبة؟ جماعة النسبة بنختزلها عن طريق إننا بندور على أكبر عدد طرفي النسبة بيقسموا عليه. أكبر عدد طرفي النسبة بيقسموا عليه. فال 24 من 8 أكبر عدد طرفي النسبة بيقسم عليه، ممكن حدا يقول لي 2، طب 2 مش أكبر عدد، طب 4 كمان 4 مش أكبر عدد. شو أكبر عدد؟ أكبر عدد هو 8. فبقسم ال 24 على 8، وال 8 كمان بقسمها على 8. وهذا بنسميه اختزال النسبة. فساعتها 24 تقسيم 8 هي 3، و8 تقسيم 8 هي 1، إذا النسبة المختزلة هي 3 إلى 1. 18 إلى 12 نفس العملية. أكبر عدد ال 18 وال 12 بيقسم عليه هو إيش؟ ممكن حدا يقول لي 2، 2 مش أكبر عدد. 3 كمان 3 مش أكبر عدد. 4، 12 بتقسم على 4 ولكن ال 18 ما بتقسم على 4. 6، تعال نجرب 6، إذا ال 6 هو أكبر عدد الطرفين النسبة بيقسم عليه. 18 تقسيم 6 12 كمان تقسيم 6. طيب 18 تقسيم 6 قديش؟ 3. احنا بنقدر نستعمل آلة حاسبة جماعة ونحسبها، 18 تقسيم 6 هي 3، و12 تقسيم 6 2، إذا 3 إلى 2 هي النسبة المختزلة. شو يعني النسبة المختزلة يا جماعة؟ يعني أنا اختزلت النسبة زي ما كنا نختزل الكسور زمان في الخامس والسادس، نختزل الكسور لأبسط صورة. طب 24 إلى 4 بدنا ندور برضو على الأعداد اللي بتقسم على 24، أو أكبر عدد بيقسم على 24، أو 24 تقسم عليه و4 بيقسم عليه، اللي هو طبعا كمان نفس الشيء ال 4. فبنقسم 24 على 4، وال 4 كمان بنقسمها على 4. فال 24 لما نقسمها على 4، 24 تقسم 4 هي 6 تمام، والأربعة تقسيم أربعة كمان واحد، فستة إلى واحد هي نسبة مختزلة من 24 إلى 4، وكمان نسبة متساوية معها. يعني النسبة هنا ما تغيرت، ولكن ما قيمتها ما تغيرت، ولكن شكلها تغير لأن اختزلناها. 108 108 وستة، 108 إلى ستة كمان نفس الشيء. بدور على أكبر عدد، اثنين ممكن يكون عدد ولكنه مش أكبر عدد، الثلاثة ممكن يكون ولكن مش أكبر عدد، أكبر عدد هو 6. فستة تقسيم 6 ومية وثمانية تقسيم 6 برضو. طيب الستة تقسيم 6 سهلة، كلنا بنعرف ستة تقسيم 6، ولكن مية وثمانية تقسيم 6 طب استصعبت شوي. استأجر في آلة حاسبة بقدر أحسب، بقدر أقول 108 تقسيم 6 الجواب بيطلع 18. بس جماعة معناتها 108 تقسيم 6 هي 18، و6 تقسيم 6 هي 1، إذا 18 إلى 1 بصفر، 18 إلى 1 هي النسبة المختزلة. وهون يا أستاذ حكينا عن كيف بنختزل. طيب سؤال
23، سؤال 23 بعيد، سؤال 23 صفحة 19. دفعت إيمان 15 شاقة مقابل 2.5 كيلو غرام تفاح. إيمان دفعت 15 شاقل مقابل 2.5 كيلوغرام تفاح. دفعت سارة 21 شاقل مقابل 3 كيلوغرام تفاح. ما هو سعر كيلوغرام واحد من التفاح اللي اشترته إيمان؟ هذه مسألة بسيطة جدا. أنا إيمان دفعت 15 شاقل وأخذت 2.5 كيلوغرام تفاح. فعلى الآلة الحاسبة، على الآلة الحاسبة دفعت 15 شاقل واخذت 2.5 كيلو غرام، يعني هي دفعت حق الكيلو الواحد 6 شاكل، 6 شاكل. اذا ما هو سعر كيلو غرام واحد من التفاح اللي اشترته ايمان؟ هي 6 شاكل. ما هو سعر كيلو غرام واحد من التفاح اللي اشترته ساره؟ فساره نفس الشيء دفعت 21 شاكل واخذت 3 كيلو غرام، فنفس العمليه دفعت 21 شاكل واشترت 3 كيلوغرام، يعني دفعت 7 شاكل، 7 شاكل حق كل كيلو. طيب معروف انه احنا بنقسم السعر اللي دفعناه على الكميه اللي اشتريناها. طيب طيب احنا طيب 24. يسافر احمد في سيارته 100 كيلو متر خلال ساعتين، 100 كيلو متر خلال ساعتين. استاذ مهم المعطيات نركز عليها، ودائما انا بقول اذا معكم اي شيء تشددوا على المعطيات. 100 كيلو متر خلال ساعتين ثنتين، مهم جدا المعطيات. يسافر زيدان في سيارته 160 كيلو متر خلال برضه ساعتين. احسبوا سرعة سفر احمد وسرعة سفر زيدان. السرعة استاذ بتكون بالساعة مش بالساعتين. طيب انا احمد بيسافر 100 في الساعتين، اذا قديش بيسافر في الساعة؟ نص المية اللي هي 50. فاحمد يسافر 50 كيلومتر في الساعة. احمد يسافر 50 كيلومتر في الساعة. وسرعة زيدان، إذا زيدان بيسافر 160 في الساعتين، معناتها في الساعة بيسافر نص ال 160 هي 80. أو يعني زيدان يسافر بسرعة، يعني بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. من يسافر أسرع؟ واضح جدا اللي بيسافر أسرع هو زيدان، لأنه بيسافر 80 كيلومتر في الساعة. فالجواب زيدان طبعا، زيدان. هذا بالنسبة للسؤال 24.